خليني احط بس هلا اول شيء الزبده للدوب. تفضلي. اوكي تمام. رح احط شويه زيت. اها تمام تمام. هلا رح احط الدجاج مقطع طبعا. بدك اوطي لك النار هون؟ لا منيح. هلا انا بس أوكي. يعني هلا وخلص رح اتبلها ودغري احطها فوقيها. هلا حطيت النشا. لازم تكون النار حاميه. هلا حطينا دجاج، بعدين حطينا معلقتين كبار نشا، وفي عنا صويا صوص معلقتين، وهي ما بنحط لها فلفل اسود، بس انا هيك حبيت احط اضافه اللي هي الفلفل الاسود. بس هلا هيك بنحركهم و يلا. هيك تبلنا الدجاج، غلفناه بالنشا والصويا صوص. هلا حطينا مع الدجاج نشا وصويا صوص وفلفل اسود. وفلفل اسود بس هدول هم. هلا على نار حاميه رح انزل الدجاج. تمام. هلا بنتركه يتقلى. هلا انا في عندي طريقه لاي اكله بدي اعمل فيها دجاج مقلى، اعطيني اياها. ما بحب احركه، بخليه هيك لياخذ لون من تحت، بعدين بحرك عشان ما ينزله مشان ما ينزل ميته. تمام تمام. هلا نيجي للخطوه الثانيه، هي اكله كثير سريعه وسهله، ما بدها اي مجهود ولا بدها اي شغل. بنحط شويه زيت. اوكي كمان المقلى حامي جدا. هلا بزبط بمقلاي وحده كلياتهم يعملوا، بس احنا عشان عشان الدجاج ياخذ وقته على النار. ياخذ وقته واسرع. اخذ معلقه. هلا بدي انا انزل شوي البصل، انا مقليته شوي عشان السرعه. بصل مقطع مربعات بس كيف كيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. في هلا كيف كثيرة. أيوه هي خلص تمام هيك الوضع. أوكي بس بنحرك شوي. أحرك لك هدول عبين. هذا مدبلتيه شوي من أول. مدبلته شوي البصل بالبيت عشان ما ياخذ منه وقت. تمام. هلا بدي أنزل عليه الفلفلة الملونة كلياتها. هلا بدي اضيف انا الثوم. تمام. وراح اضيف كمان الزنجبيل. هلا بدنا نعمل الصوص اللي هو عباره هي عشان فيها زبده استخدمها يعني. اوكي. اللي هو صويا صوص تقريبا بيجي ربع كوب. ممكن تحطوا في صويا صوص بيجي نوعين، في الفاتح وفي الغامق. الفاتح بيجي مالح، اما الغامق بيجي شوي ملوحته اخف، فانتوا اللي بتحبوا تحطوا بتحبوا تخلطوا. انا هون خالطه الفاتح والغامق مع بعض. تمام. رح احط هون معلقتين كبار من النشا، ورح احط كمان 3 معالق كبار سكر بني، واذا ما وجد عندكم سكر بني ممكن تحطوا العسل كمان بزبط. وفي عنا هون خل، رح احط معلقتين كبار خل. خل عادي ابيض؟ خل ابيض. هلا انا بقدر لك اياه. رح اضيف الدجاج هلا. اوكي هسه بخلطهم مع بعض. يا سلام. هلا بنحركها. ماغنوليا تشيكن تحتاج 4 صدور دجاج مقطع مكعبات، 3 معالق نشا كبار، معلقة كبيرة صويا صوص، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، 3 معالق كبيرة زيت نباتي، معلقة صغيرة زبدة، و2 سن ثوم مهروس، معلقة صغيرة زنجبيل طازج مبروش، وبصلة كبيرة مقطعة مربعات، حبة فلفل حلو أحمر يعني ملونة وأخضر وأصفر. تمام. وللصوص بحتاج عنا 1/4 كوب سكر بني، 1/4 كوب صويا صوص، 1/2 كوب ماء مع معلقتين نشا كبار، ملعقتين خل كبيرة، 1 بصل أخضر للتزيين، والكاجو والسمسم، وكوب رز بسمتي يقدم جنبه طبعاً.